لقبت بعروس يافا. ولدت في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بلبنان، عرفت بجرأتها وشجاعتها وحماسها الوطني، قلبت موازين الاحتلال الإسرائيلي وأربكت جميع حساباته وكبدته من الخسائر الكثير. فمن هي؟ الفدائية الفلسطينية دلال المغربي انضمت إلى صفوف حركة التحرير الوطني فتح عام 1973، أي قبل إنهائها الدراسة، وشاركت في عدة دورات عسكرية وتطوعت في صفوف الهلال الأحمر الفلسطيني. وفي عمر 20 اختيرت رئيسة لفرقة دير ياسين المكونة من 12 فدائياً، وهي إحدى المجموعات العاملة في القطاع الغربي الذي كان يقوده الشهيد خليل الوزير أبو جهاد. المجموعة نفذت عملية نوعية حملت اسم الشهيد كمال عدوان، أحد أبرز قادة المقاومة، الذي تم اغتياله عام 1973 على يد فرقة صهيونية ترأسها إيهود باراك. وفي 11 من مارس عام 1978 تسللت دلال وفرقتها من الأراضي اللبنانية بحراً حتى وصلت إلى الساحل الفلسطيني عبر قوارب مطاطية، ودخلت المجموعة إلى أحد الشوارع الرئيسية في تل أبيب وسيطرت على حافلة جنود إسرائيلية. وخلال العملية رفعت عروس يافا العلم الفلسطيني داخل الحافلة ورددت: فلسطين يا أرض الجدود، لابد أن نعود. وخاطبت حينها الجنود الإسرائيليين وقالت: إحنا مش رح نقتلكم، إحنا بس رح نحتجزكم كرهائن لنخلص إخواننا المعتقلين في سجون دولتكم المزعومة. إحنا شعب بيطالب بحقه في وطنه اللي أنتوا سرقتوه. قرار الحكومة الإسرائيلية كان بإيقاف الحافلة بأي وسيلة دون اكتراث بالرهائن، فلاحقت الحافلة قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي بالإضافة إلى دبابات ومروحيات، فاشتبكت دلال ورفاقها مع قوات الاحتلال، ما أدى إلى احتراق الحافلة ومقتل أكثر من 30 إسرائيلياً. واستشهدت دلال في العملية برفقة مقاومين آخرين. وصيتي إليكم جميعاً أيها الإخوة حملة البنادق، تبدأ بتجميد التناقضات الثانوية وتصعيد التناقض الرئيسي ضد العدو الصهيوني، وتوجيه البنادق، كل البنادق، نحو العدو الصهيوني.